هتجوز البنات كلها. انا عايزه اصور بيها صور بتاعي ماشي بت اصور بيك هاتي 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 عايزين تقولوا ايه؟ عايزه تقول اسمي اريس اسمي اريس سيسير من اليمن عمري 23 سنه اهو ده بطاطس وده دبدوب ميرنا. لا والله ما بتاعي دبدوب ميرنا بتنام معايا كل يوم بالليل والله ما بتاعي ماشي ومش عايزه تعترف ها انا بقول لك عشان انا بشوفك كل يوم بالليل اتضايقت منه جدا ده انا رميته كمان سكيوت وبعد ظهور بطاطس في الحلقة اللي فاتت كضيف وليه وجهة نظر كان في صراع ما بين أريج وليندا على بطاطس صوت العمدة على فكرة خلاص أنا هجيب لك بطاطس ده عمره كام؟ يعني انت هتربيه على ايدك عشان ما يضايقنيش لا انا عايز حد مربى عايز حد يكون خلاص ما ترباش اصلا لا 13 سنه انت بتربيه طيب وده عنده 10 لا ده هتعب يا قلت لا بطاطس خدي بطاطس بعدي انا ماليش دعوه ماليش دعوه بعدي هاتي بطاطس يا سلام بطاطس اتعور الدبدوب اتعور يا جماعه يا لهوي اقصري يا بلك لا لا ده احنا بقى نحجز في مستشفى المجانين جناح فاخر بقى نتهنى شوية فيه يا سلام على تفكير ملك العملي عندنا بطاطس هننزل نقشرها ونحمرها مش الدبدوب العظم لسه كويس العظم اتكسر مناخيره اتكسرت اسنانه طاحت بصي هعمل له برفان عشان بس مش في بنات تانيين قاعدين هنا ازاي عاملين كده بصي الازازه بتشيلي ايه خلاص انا عايز اسالك سؤال يعني احنا دلوقتي احنا بقينا بالليل خلاص يعني انتوا لما بتصحوا الصبح مش بترتبوا صورتكم ولا بتيجوا هو برتب بس بعدين بيدخل الكوافير الكوافير مش بينقش السرير لا كده الاولى لا البنات واحده تطلع واحده تدخل واللي بيتصور واللي خارج هي بتنزل وقت البريك يطلعوا يناموا يلا يناموا بسرعه انزلوا فالبريك يناموا تنزل عشان دايره علاقه بنكشه السراير انا حواس على نكشه السراير وده المنظر ايه ده
يعني ازاي كده؟ ازاي؟ لابسه ايه ده؟ ممكن تخش اوضتنا احنا؟ ليه؟ احنا غرفتنا فيها. انا مش بتكلم على سامسا. لا انا غرفتنا كويسه. ايوه لا ما تخش فيه. خلاص يا غالية. لا هنا كانوا بيصوروا. بصرف النظر ما تخشيش يا روحي. ايه كل ايه اللي ايه اللي واقع ده؟ ايه الكوبايات دي؟ ايه الازازات دي؟ ازاي يا طب مش قلت اوعي تنضفيها. المهم انك تنضفي الحته اللي انت هتقعدي فيها الربع متر. لا اوضتي نضيف. لكن اوعي تلاقي مره ازازه جنبك وتشيليها مثلا ترميها عشان مش بتاعتك. انا لسه انا عايزه اقول لك على حاجه يا ميرنا. السلوك سلوك عام. لما تبقي ماشيه في الشارع وتلاقي ورقه مش انت اللي رمياها شيليها حطيها في باسكت. الحكايه مش انا بس، الحكايه اسمها احنا. لو فضلنا طول الوقت انا 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 ما ينفعش الدنيا. صح احنا ما ندخل الغرفه هاي على فكره. قاعدين فيها ليه؟ طب قاعدين فيها ليه؟ عشان بلغوا مشونا بالاوضه الثانيه. مشونا قالوا لنا تعالوا. يبقى واحده فيكم وانتم مدموزيلات كده تقول يلا يا بنات اما اشيل الازازه الفاضيه بتاعه زمايلنا. يلا يا بنات لما نوضب المكات اللي ما لهاش لزوم. يا نهار اعملوا بغض النظر هو مكان مين. مش لازم هو مكان مين. هو اكرم مشي ولا لسه؟ لا خلاص اديله صدمه حضاريه. اكرم مش كان بدل ما يدهن الحيطه كان رفض السراير. فكروني ببناتي بدخل الاوضه بالظبط عامله كده. لا صعب. لا صعب طبعا. بحط ايدي في كرسي الكهرباء. كلنا بنحط ايدينا في كرسي. الله معكم. الله معكم. غرفتنا احسن من هنا. احنا والله العظيم كله مرتبه ماكيه لكوافير. لا كله كل الجلبنات اللي بيطلعوا من الاسبوع يقعدوا كلهم يقعدوا هون يطلعوا هون وده فسحه. الناس كله مال اللي مال اللي كاتبه مش فاكر. مش عارفه البنات بيقولوا ايه. هون ده ميه اكل هنا مش احنا كل يوم بنرسلنا قبل ما ازاي خليني حصابه زي الفل. نفضنا جنسنا خملنا مسحنا الغضب حتى الارض مسحنا. حتى الارض اليوم مسحت ايدي انا خملت وحده ولا خالص. وين نجينا قاعك بس لا والله العظيم بس لا فاشل عندك. معلش زاروني كل يوم الاوضه يعني كل يوم بطلع. يوم اللي زارونا فاشا بعدين عادي يعني شو راح نعمل خلص. كثير انا زعلانه والله العظيم زعلانه. يلا نوظفوا يلا يلا خلاص. لا والمشكلة هيدخلوا غرفتهم نظيفة وهم أصلا ما حدا يدخل غرفتهم لا ماكر ولا كوفير ولا أحد. في الأخير غرفة أريج هم غرفة الكل هي غرفة الماكر والكوفير وأريج وبنت عم أريج وبنت خال أريج وبنت أريج. يوم بكرة ما حدا يدخل غرفة. يعني كان لازم الحموات تكبس عليكم عشان تنظفوا الأرض. بنات تخاف ما تختشيش صحيح. هيدا تختي. يعني امبارحة زعجت كتير من خبرية انه كنا قاعدين فجأة بالأوضة مش أوضتنا يعني وفاتوا الجوجز كبسة شافوا الدنيا مخربة يعني الكتخوتة مش مرتبين التياب مش مرتبين اخبار وسخة على الأرض اناني حد التخت.
ضيفه وكنت انا قاعده بهيديك الاوضه وهي منا الروم تبعي ومنا تختي ومنا خزانتي ومنا نتيابي، انزعجت كثير بس فاتوا بطريقه كانه هي يعني جاملين كل الصبايا، يعني حتى وحط الحق علينا انه انتم موجودين بهيدا بهيدي الروم فيكم انتم كصبايا كل وحده تنظف حتى لرفيقتها، مع انه انا حسيت انه اتس نوت ماي اون بزنس انه انا شيل شيء عن تخت اي حدا، يعني شيء ما بيخصني. حتى خزانتي يعني عندي شغله انه اوكي يمكن هولي شوي هيك مفركشين على العجله، بس بعلق ثيابي بطريقه انه ما فيني اشوف شيء مجعلك، ما فيني اشوف قطعه معلقه بطريقه مش مرتبه، ما فيني نام قبل ما ضب غراضي. فحسيتها شوي شخصيه انه ممكن اي شيء اتقبله بس ما حدا يقول انه انا قطي مكركبه، يعني هذا الشيء الوحيد اللي بحب اعمله. anyway هيدا الروم طبعا هيدا البورت تبعي، يعني بدي انسبه لإلي لانه ما بدي افرض على حدا شيء ثاني، يعني ما بدي افرض على صبايا انه انتم اعملوا هيك وانتم ما تعملوا هيك، كل حدا حر بحاله، بس حتى الصبايا اللي بقوتي بيعرفوا انه انا قبل ما نام بساعدهم بضبضب لهم اغراضهم وحتى بعيط عليهم انه انت شيلي هاي وانت حطي هاي وانت كذا. فحسيت انه انظلمت انه قاعده بين الصبايا وعم يتوجه لي نفس الحكي انه انتم مش مرتبين وانتم وانتم وانتم، وما تضوا على قصص بوزيتيف غير بنات عاملينها، انه شفتوا الباد سايد اوكي جمالته ان جنرال، بس اتليست الشيء الحلو يتركز عليه، الشيء الحلو ينقال عنه، او اتليست هن يشوفوا الشيء، يعني ما فاتوا على اوضتي حتى. فكتير زعجني الموضوع كثير.